ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. ودلوقتي انضمت لي وشرفتني ونورتني ضيفتي الجميله هديل زياد، وعلى فكره هي من فلسطين، وتحيه لكل اهل فلسطين من خلال شاشه قناه المحور، طبعا لكل الدول في جميع انحاء العالم لحد استراليا لحد مدام سوريا. ارحب بضيفتي. ازيك يا هديل؟ الحمد لله، الله يسعدك، نورانا النهارده. والله نورك، الله يسعدك. انت يعني لمست معاكي حنين الماضي مع اصحابي، لانه اعز اصحاب ليا ريهام ورشا وطنط عنونه كلهم من رام الله. والله الله يسعدك، انا اصحابي كلهم من مصر وبموت يا مصر. سبحان الله، وسبحان الله يا حبيبتي، نورتي مصر والله. حبيبتي والله شكرا، يعني مبسوطه بوجودك معايا النهارده. انا اسعد، الله يسعدك. هتعمل لنا حاجات لطيفه كلنا بنحبها، والولاد هيحبوها اكتر، وكمان الناس اللي لسه اول مره تجرب هتبقى كبدايه لطيفه ليهم. هنعمل كوكيز الكريسماس، تمام، وهنعملها بعجينه السكر النهارده. تمام. وهنتكلم مع هديل كده واحنا شغالين، بس خلينا الاول نقول مقادير هديل. عاده احنا يا هديل كوكيز الكريسماس دي بتبقى دايما احنا اللي واخدين من الغرب، مش هم اللي واخدين مننا طبعا. هننزل مقاديرها اهي قدامنا، وطبعا اكيد انت اخترتي من ضمن يعني الوصفات اللي عجبتك الوصفه دي وحبيتيها، عشان كده انت حبيتي تنزليها وتشاركينا فيها النهارده. تمام. هي تقريبا كانت بدايه مشروعي. تمام. كانت اول حاجه الكوكيز. طيب انا هقرا المقادير مع حضراتكم. عندنا 240 جرام دقيق، 125 جرام زبده، 50 جرام من السكر البودرة، معلقة صغيرة فانيليا سايلة، بيضة، وللتزيين عندنا عجينة سكر حمراء وخضراء وسودة وبيضة وبيج. وهنقول احنا لو مش عندنا البيج ممكن نعمل ايه ونعملها. هتكلم مع هديل دلوقتي. بقى نبدأ احنا عجينة الكوكيز، قولنا بس خطواتها كده، بتبدأي العجينة بتحطي ايه فوق الاول عشان نطلع العجينة ونشكلها. هي تقريبا كل المكونات مع بعض. مع بعض يعني بتبدا اول شيء بالزبده، البيض، السكر بودره والفانيليا. ايوه. واخر شيء الدقيق، الحاجات الجافه. تكون العجينه يعني ملمسها ناعم. ناعم. تمام، عشان ما تنشف معاكي وانت بتسويها. ولكن ما بتستخدميش لا سكر بني ولا عسل اسود ولا زيت ولا حاجه، ولا عشان حاجة. ما تخرب العجينه. حلو قوي. تمام. طب احنا لو في حاجه زودناها او نقصناها ممكن تبوظ مننا العجينة الكوكيز؟ أكيد لو زودتي بالمقادير، يعني أوكي. لو تنشف، تشقق في الخبز. أيوة، الحاجات دي مهمة جدا. يعني بصوا هي عاملة هنا اهو شكلين شجرة الكريسماس، طبعا دي اشكال صح كده؟ تمام. انت جايبة ايه؟ في اشياء بالقوالب بتتعمل، وفي اشياء يعني اللي زي هو الدايرة أنا دي القطعة العادية بتاعتنا اهي، اني انا اغلب شغلي بايدي. انت حاجتك على الانستجرام، عاملة صفحة على الانستجرام. تمام، على الانستجرام والفيسبوك. والفيس كويس. شغالة من قد ايه هدي؟ بقالي 4 سنين. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يوفقك حبيبتي. شكرا. بصوا بقى هي الشجره، بص طالع البسكيتس ناعم ما فيهوش اي تشققات، ده برضو من الحاجات اللطيفه جدا. احنا ما ضفناش بقى ولا قرفه ولا جينجر ولا شيء. لو طيب. بدك تخليها بالفانيليا اللي هي الطريقه اللي عرضناها، لو بالشوكليت بتزودي شويه كاكاو. فهمتك جدا. تمام. فتدي الدرجه اللي احنا عاوزينها. طيب تعالي بقى نبدا هنشتغل ازاي. عايزين نفرش الاول دي. انت معاكي عجينه جاهزه ولا دي بس اللي معانا؟ لا معايا. اوكي. تمام. يلا. اتفضلي يا حبيبتي. اول شيء رح نعمل الشجره، شجره الكريسماس. هتستخدم لها طبعا الدرج الاخضر، احنا طرينا لك عجينه السكر. خلينا بقى وانت شغاله كده تقول لنا عجينه السكر انواع. انواع طبعا. وانت بتستخدمي اكيد نوع كويس، نوع اللي بيكون طري صحي للاطفال وصحي. اوكي. ملون، دي عجينه سكر ملونه على طول، ما لوناهاش احنا. الابيض دايما بيبقى عليه خلاف، بس خلوا بالكم في انواع مميزه عن الابيض، مش شرط اللي هو بيتباع كل الالوان منه. بسالونا ونقول لكم. طبعا انا بفضل دايما بفرد عجينه كتير عشان تكون رقيقه بالطعم. طيب دي شكل العجينه اللي انت عملتيها بتاعه الكوكيز صح؟ تمام. اهي دي العجينه عشان حضراتكم تبقوا شايفينها، بصوا ملمسها ناعم اهي، حطها هنا. تمام. اهي عجينة السكر لازم تكون كتير رقيقة. ليه؟ عشان لما الناس، في ناس كتير ما بتحب طعمها. فكل ما كانت رقيقة كل ما حبيت انك تاكليها مع البسكويت. اوكي. تمام؟ احنا كده شغالين شغل طبعا لو حابب يعني انه يعمل بالقوالب. وناخد تمام؟ نفس القالب اللي هشتغل بيه البسكوت اللي هو الكوكي، يعني انا هفرد الكوكي هي دي ممكن ونشتغل بيها على ان احنا نقطع بيها برضو شكل الايه؟ اللي هو للخبز. للخبز، عشان بس حضراتكم تبقوا ايه؟ بصوا كده عشان بس ايه نبقى اصدقائنا شافوا. بصوا كل كده، وطبعا هي يفضل تبقى ما بين ورقتين بارشمن بيبر مثلا او الورق الخبز عشان التكسيره دي. بصوا بصوا العجينه ناعمه ما شاء الله ازاي. بصوا هاخد بعد اذنك الشكل ده معلش يعني اهو. بصوا اهو هنشيل كده، بصوا الجمال. تمام.
ناعمه وجميله. انا بس عشان اوريهم هنحطها على صاج الخبز قبل ما انتي. يعني الشي هاي بتسهل للناس اللي حابه تعمل اطفالها في البيت. ما شاء الله ما شاء الله. وادي ايه، بصوا بصوا جميله ازاي، حلوه وناعمه وتجنن. بتتخبز قد ايه وقت؟ تقريبا 10 دقائق. 10 دقائق على حراره 180. 180 هايل هايل 180. وبصوا هي احنا بقى ما فيش، لو هي فريش وطريه بتتلزق على طول وبتثبت معاكي. تمام. لكن لو لا قدر الله مش قوي ممكن اعمل لها ايه؟ سكر بودره بميه مثلا. انا بفضل دايما لما تشتغل تكون العجينه طريه. اوكي. علشان تقدر تشتغل فيها طول ما كانت قاسيه يعني هتحس انك توترتي. طب ولو قسيت؟ لو قسيت الميكرويف. الميكرويف قد ايه بقى؟ كام ثانية؟ يعني تقريبا 30. 30 ثانية. مش أكتر يا جماعة. طيب هي دلوقتي بتشكل أهي هديل أول لشجرة الكريسماس. تعالوا بقى ناخد معانا أم جوزيف. أهلا أهلا حبيبة قلبي، صباح الفل. أم جوزيف. يا حبايبي ربنا يخليك يا رب. يا رب سعيدك يا أم جوزيف، تسلميلي. مفاجأة جميلة طبعا بحبيبتنا هدير ديت وباين عليها. يا رب يخليك يا حبيبتي، تسلمي يا أم جوزيف، تسلمي. حبيبتي والله الجواب بيبان من عنوانه فعلا، باين عليها النظافة والشياكة زيكي يا شوف عظيمة. يا رب يخليك، تسلميلي يا حبيبتي، شكرا لذوقك. وحلقة جميلة إن شاء الله، وبنرحب بك يا بنتي اللي في بلدك وإحنا بنحبك وخلي بالك. شفتي بقى متابعينا. والله الله يسعد قلبك يا رب. تسلمي. حلقة جميلة إن شاء الله، حلوة يا رب إن شاء الله. تسلمي يا أم جوزيف، ربنا يعزك، تسلمي. طبعا زي ما قلت عظيمة، ما عرفتي كلامك. الله يسلم عمرك حبيبتي في حفظ الله. بتعملي بقى، احنا بنعمل لاين كده بالأبيض، نعمل زي الإيه الراوند ده، بصوا زي اللي على الشجرة بتاعتنا الحلوة اللي جنبنا دي. لو سمحت عشان هديل ممكن تقفل على الشجرة بتاعتنا. الخيوط اللي بتبقى بتاعة الإضاءة اللي حواليها. حلوة قوي. ممكن بقى نعمل كور حمراء كده. بصي ممكن اديكي فكره صغنونه يعني بعد اذنك يعني يا هديل، ممكن نعمل لمسه كده صغنونه صح؟ ايوه. وتبقى نونو، مش عايزين يعني نكبرهم قوي. ايه رايك نعمل لها حاجات كده هنا مثلا؟ الله يعطيك العافيه. لا خلاص راحت غطي. لا يا روحي انا ما اقدرش طبعا، انا بس حبيت يعني حبيت شجرتك. شوفي هي دايما الحاجات دي لعب فيها. اللي الشكل اللي يطلع معاكي هتستمتع فيه يعني يا اطفالك. طبيعي. ميرسي طبعا. وهي على فكره الاطفال بيموتوا في الحاجات دي قوي، يتبسطوا بيها جدا يعني. كده نعمل، معلش يعني انا حاولت يعني عجبتني بصراحه بالحاجات الحلوه الحمراء دي يعني يا هديل. طبعا دي بشكل القوالب. حلوه قوي. الشغل الاساسي تبعي اللي هو انا مثلا دايما بعتمد شكل الدائره. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل بابا نويل. الله الله. تمام. يلا بقى بابا نويل القمر ده، ما نشوف عمل ايه في 2020. ربنا معاه بقى يجمع الهدايا، دلوقتي تلاقيه عامل جمعيات. طيب يلا نبدا. احنا نحتاج لون بيج. طيب بصي بقى انا يعني بقول انه لو احنا سي ما عندناش العجينه البيج، هفترض مش موجوده لان دي الوان، وطبعا احنا بنستخدم الالوان الجل صح؟ تمام ايوه. طيب ممكن ناخد حته من الابيض وناخد عليه نقطة من البراون، اللون البراون، ونحط بالراحة عشان ونشغلها يعني لحد ما تدي لون البيج. تمام. اوكي ممكن نعمل وشه أبيض، احنا عايزينه بابا نويل أبيضاني يعني أمريكاني شوية. طيب أنا هستسمح حضراتكم قبل ما نلين كده عجينة السكر، هنطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نعمل بابا نويل، مش هنعمل أي حاجة إلا ما حضراتكم ترجعوا بعد الفاصل، مستنيينكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. حطينا كام كوكي هي كده تستوي شكل الشجره والدايره اللي هي هتعمل الفيس بتاع بابا نويل، وهتبدا بقى هديل ايه تورينا. هي قطعت بنفس القطاعه اللي عملت بيها البسكوت صح كده؟ زي ما قلت لك انا التكنيك في الدوائر هي ايدي، يعني في ناس بتطلب مني شخصيات مثلا كرتونيه بعملها بايدي. أوكي. ما بعتمد على المجسمات خالص. تمام. حلو قوي. طبعا يعني تقصدي احنا ممكن نرسم بايدينا ونشف؟ لا بترسمي على طول؟ يعني انا بتخيل الشكل مثلا اللي هم طالبينه وبشوفه انا بعيوني. اوكي تمام حلو قوي. دي مرحله كمان جميله من الشغل، دي شطاره لوحدها ما شاء الله. الله يسعدك ما شاء الله حبيبتي. عايزه بس احافظ لك على انه العجين ما السكر ما تنشفش، فعايزه بس ابقى دايما مغلفاها لك. تعالي بقى قولي لنا اول حاجه عملتيها ايه. ثانيه عشان ما خلينا اول حاجه احنا الدايره البيضاء اهي
الدائرة البيضاء عملنا فيها الشكل الأساسي. أوكي. تمام اللي هو الخلفية. وينفع نعملها بالبيج مثلا، يعني هنفترض بالبيج ممكن. عشان أوكي. مثلا لو حابة تعملي أنف ودانو بالبيج تمام. أوكي. وبعدين ثانية واحدة، دي قطعة برضو نص بالأحمر دائرة حمراء. بالحمراء. هنا كده قسمناها. وبعدين إيه بدأنا إيه ناخد نصها بس. بالظبط. نعمل هنا اللي هو بداية الترتور بتاعه. بالظبط. طيب. مثلا انا بدي ازينها من فوق ال الاخضر بقى هتعملي بيه ايه بقى قولي لنا؟ اللي هو يعني زي الزينه للطاقيه تبعته. اوكي يا سيدي احنا مدلعينه خالص بابا نويل النهارده. تمام حبيبتي يا رمان. الله الله. على مهلك، عايزين الناس تشوف بالراحه واحده واحده. تجريش في حته يا هديل. حاضر. طيب انا سالت هديل في الفاصل واحنا بنتكلم مع بعض، قلت لها هديل انت يعني ممكن ما تمسكش، لو ما مسكتش تعملي ايه؟ قالت لي انا بنقطه عسل، معلقه عسل على شويه ميه بخلطهم، هي نفس فكره السكر البودر برضو بس هي بتعملها بالعدل. قالت لي يا دوب بدي حاجه بسيطه جدا عشان بس اثبتها لا اكثر ولا اقل. ده بالنسبه لعجينه السكر. طيب خليني اشوف هنا في بس الحق ده. تمام خليني ايه اطلع دول هنا في جنب. بصوا اول ما بيطلع البسكوت مش عايز نلمسه خالص لحد ما يبرد تماما عشان ما يتكسرش مننا. طبعا تمام. انتوا جبتوا لي الالوان الجل. طيب بصوا انا معاكي حبيبتي، احنا عملنا بقى خلاص كده دي اللي هنحط فيها الشكل الطاقي. اوكي حابين نعمل الدقن. الدقن بقى نفس الدقن دي برضو عبقريه جدا. هاي الدائرة. اوكي. راح اعمل هيك. ايوه. طبعا زي ما قلت لك لما يكون وشه بيج بيكون مبين كل الالوان. ده نتجنن الصراحة. بصوا بقى احنا طبعا المنظر الجميل ده الله الله. دايره واحده نفس الفريم اللي اشتغلنا بيه، يعني هي بصوا مش محتاجه يعني اوبشنز كتير ان احنا نجيب حاجات كتير قوي، نقدر نعمل بحاجات بسيطه جدا موجوده عندنا في البيت على فكره. ودي القطاعه اللي بنعمل منها البسكوت العادي والسامبوسه وحاجات تانية، السامبوسه بالاكبر منها شويه. تمام. جميله ازاي؟ قول لنا ارتفاع بقى الكوكي. بصوا احنا دخلنا الكوكي اهو بس عشان حضراتكم تشوفوه، اول ما بيبدا يستوي بصوا بدا يبدا يفصل هو عن الايه؟ يفصل عنها اهو. بصوا بصوا اول ما تهدى لازم ما المسهاش وهي سخنه خالص. تمام. بصوا الجمال، ادي الشجره وادي الايه وادي اهو. بصوا انا هاخد الشجره دي الحقيقه عجباني، انا ممكن اعمل جنبك شجره حمراء ينفع؟ طبعا يعني هو ممكن ليه لا. قلت لك هي لعبه بنلعبها. انا هقلدك والعب معاكي شويه يا ديك. طيب انت هتكملي بابا، احنا هنا عملنا اللي هو الزعبوط. تكمله الزعبوط. تمام. اوكي. وبعدين حطينا له كوره بيضه هنا. بالظبط. صح كده. انا مثلا بحب ابين عيونه اكتر فبستخدم دي عشان قول لنا بقى ركز ونبي يا مخرجنا الجميل يعني عشان اصدقائنا حبايبنا. ايوه الله الله انت غرستيهم بس كده اللي هي بالقالب ده بالدايره الصغنونه اللي في ايدها دي. اوكي. وبعدين هتحطي مكانهم بقى الاسود. مش ممكن تبعينه خضراء؟ لا ممكن نحط له لانسز. شوفي يعني انت ذائقك حلو بابا نويل. انا عايزاه راجل امريكاني خالص بما اننا بنعمل وصفات كلها اوروبيه فاحنا انا اشجع بصراحه بعد اذن حضراتكم يعني اعملوا انتوا الكوكي وخلوا الولاد يشاركوا معاكم ومامز كلهم فرحوا الولاد وخليهم يهدوا بعض. انا عملت دي حتى لو طلع شكلها مش قد كده وهيطلع شكلها مش قد كده طالما انت واقفه بتدي حاجات وهتبقى هيبقوا سعده جدا. على فكره الولاد والبنات يعني بيحبوا قوي يشاركوا مامهاتهم فخلينا نفرحهم ويفرحوا اصحابهم. حاجه حلوه دي هدي. هي حلوه للمدارس صح؟ يعني انا بناتي مثلا ما شاء الله ما شاء الله بيستمتعوا انا بعمل هيك. الله. بيقعدوا معايا ماما شو هاد ماما كده يعني ويساعدوا ها يعقوا معاكي شويه يا حبايبي ما شاء الله ربنا يبارك فيهم. بصوا انا عملت قطعت شجرايه حمراء. طبعا كمان أنا عملت الشنب بايدي. الله الله. طب ورينا واحده ثانيه عملتي الشنب ازاي عشان اصدقائنا. صغيره خليك معانا يا مطوع بعد اذنك.
عملتها كده وانا ايش بميلها بايدي تمام بالطريقه دي وبحط جهه حاجه رفيعه قوي تديها بس نص كيرف كده ثبتي ايديكي هنا بعد اذنك يا هادي ايوه ايوه بس نشوف شكلها ايوه بصوا حاجه من يوم خالص هو طبعا الشغل ده محتاج يعني ايه دقه شويه فمش عايز حد خلقه ضيق اي حد خلقه ضيق مش هينفع معانا طبعا زي ما قلت لك الانف بيكون بيج طيب بصوا بقى الله الله عملنا العنون القمر حواجبه فين عملنا حواجبه بقى من ايه الجمال ده بهجه برضو حاجه لطيفه وحاجه جميله حاجه تجنن الصراحه انا هنا ممكن اخد ايه قطعه كده من الاخضر او الابيض خلينا ناخد من الابيض عايزه اقول لكم بس ايه هدي اللي انت مدلعه بابا نويل النهارده لا انا يعني شوفي هاي الشيء انا احكي لك انا بالبدايه بلشت يعني لا يعني بسيط تمام لقيتني لا دخلت في الموضوع صرت احب لا ارسم كذا مثلا ناس بتكلمني اعملي لنا مثلا القالب هذا لا انا بفضل اني اعملكم بايدي عشان يطلع بحب ما شاء الله ففعلا بينبسطوا اكتر لما تطلع الحاجه بالايد يعني. الحاجه اللي بتتعمل بحب دي يا جماعه احلى حاجه في الدنيا حتى لو بسيطه صدقوني والله بصوا انا بعمل شجره بسيطه على قد يعني بس عملنا له حواجب الله الله حواجب كمان على فكره في الوان كالرز اللي هي الاقلام الخاصة بعجينة السكر صحية أنا ما بفضلها كتير لأنه يعني بتضايق بالشغل أوكي. فأنت زي ما قلت الخلق دي خلينا بالشغلات البسيطة أوكي أنت بتحبي الحاجات البارزة الواضحة كده الحلوة دي صحيح حلوة ده قوي المجسمات مثلا لو هي ماما نويل بدنا نعملها مثلا رموش مرات ماما مرات بابا نويل بقى أيوة. بنزود لها ماما نويلة يعني بنزود لها رموش من الجوانب بتصير بنوتة أوكي تمام اوكي لا هو انت فنانه لا والله انا يعني بحاول اشارك يا حبيبتي اسلمي لي طيب احنا عايزين نوري اصدقائنا بقى احنا دلوقتي عملنا ده شكل طب ما تعمل لنا حاجه ثانيه هنا على ده بالراحه كده تمام عايزه نعملهم مثلا يعني تعمل لنا حاجه اعمل لنا بصي ثانية انا اشوف واقول لك عشان ايه تعمل لنا ماما ولا البيبي 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 بيحتاج قالب ممكن أوكي. نعمل رجل التلج طب خلينا ناخد أو ممكن مثلا نعمل نكمل له طقم تعالي نعمل يعني حابين مثلا نكمل طقم بابا نويل اوكي تعالي بسم الله بصوا الجمال يلا بينا تمام الله الله يلا اختاري شكل بحب اعمل لك مثلا البطريق البطريق جميل بصوا البطريق اهو ده البطريق يا خلاصي يا خلاصي على العسل بصوا حلو قوي يعني كمان الجدات خليني الاول طبعا ابعت تحيه لكل الجدات الجمال اللي معانا وبص الحلويات بص يجننوا بسيطه على فكره احنا كل ده ما عملناش اي حاجه بعجينه السكر فظيعه يعني احنا كده يعني هديل بصراحه عملنا الصعب او السهل الممتنع زي ما بيقولوا يعني اعمل لنا بقى بابا نويل اعمل لنا جسمه ايه رايك اعمل لنا جسمه ده الحزام وبطنه وحركاته طيب تمام اذا هنحتاج اللون الاحمر ايوه انا يعني ايه مش ممكن مثلا تزودي له هون حاجات خضراء صفراء ما عنديش يعني. اصلا ممكن نعمل خضراء ممكن خضراء ايه رايك ننطقها شوي يا سلام تسلم ايديكي يسلمك يا سلام يا سلام طبعا زي ما قلت لك الخلفيه الاساسيه اللي هي انا اساس شغلي اللي هو الدائره ايوه عملنا الطقم بدايته تمام تسلم ايدك الابيض اوكي ده الكرش بقى بطن بابا نويل يعني هو ممكن يكون عمل تقريبا خس جامد في 2020 نظرا للظروف الصعبه يا حبيبي يعني بابا نويل محتاج ايه اللي يرقف بحاله يعني ده الحزام بقى اللي انت بتقطعيه دلوقتي تمام وبدأ تكمله اللبس تبعته حلو قوي انا معاكي الله يعني احنا عملنا الاول الدايره بنفس الشكل اللي اشتغلناه تمام وبعدين الحزام اهو بشكل مستطيل وظبطناه الله 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 ده الحزام بتاع وسط بابا نويل اوكي بصوا عايزه بس اوريكم لو هاخد نقطه
من الالوان ونبدا نشغلها في عجينه بيضاء مثلا علشان نقدر برضو للي ما عندوش الوان، صح؟ ايه رايك يا هديل؟ صح. مش ساعات الواحد بيتزنق؟ بيتزنق. هو دايما الابيض اساس الخلط، اساس يعني الخلط. اي لون بدك تشوفيه ونبدا نشكل العجينه. عملنا بقيه الحزام. ايوه، تسلم ايدك. الله، زي شكل الكروس كده. حلو قوي. طبعا انا بحتاج يعني اللون الاصفر للحزام تبعه، بس تقدري انت ممكن نعمله التركواز. ايه رايك؟ ممكن تركواز، يعني نخليه كده بابا نويل مودرن شوي. بابا نويل خاص بالشيف عظيم. وتسلم ايديك يا هديل بجد، والله يعني انت اسعدتينا النهارده. الله يسعدك. خلينا نحط بابا نويل بقى اللي انت عملتيه القمر ده، عشان ايه ده جنب بابا نويل اللي انت جايباه، شكله مختلف كده. واو، والشجرة الحلوة اللي انتي عملتيها لنا برضو كده. وفي ممكن نحط كده، نعمل الحزام بالطريقة دي. الله 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 الله، كده ده. وناخد واحدة شالبت ادي. ده حال 2020 لحد ما ربنا يسترها وتعدي معانا بالخير. بصوا بقى اخر حته في الحزام، توكه الحزام عملتها هديل. بصوا جميله ازاي، تسلم ايديكي وعينيكي روح قلبي. الله يسلمك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بصوا الجمال، حاجات بسيطه جدا جدا بس كمان شيك قوي قوي. واتمنى يا رب تنول اعجاب حضراتكم، ونبدا بقى نشارك من دلوقتي ونشارك جيراننا واصدقائنا وكل حبايبنا. وطبعا بشكر ضيفتي الجميله هديل، عملت لنا نوع من البهجه. هم مزيتين في الكنترول، مبسوطين يعني. شكرا كتير انك استضفتوني اصلا، والله يسعدكم يا رب. حبيبه قلبي تسلمي لي، نورتينا. وطبعا بشكر متابعه حضراتكم، ويعني شرف لينا انكم دايما تتصلوا بينا وتتابعونا وتبعتوا لنا الكومنتس الرائعه. بشكر حضراتكم، ربنا يجعلها ايام سعيده جايه كتير وامنيات تتحقق باذن الله. بشكر ضيفتي اللي شرفتني نورتني النهارده هديل زياد، واتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوف حضراتكم من هنا لحلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، وسلام عليكم.